لنا ماكله دابا شويه. ايه الحمد لله رحمتك. مش دائما بصح لا عين الموت الى حاجه وراك عارف شنو ساي الكوزين تاكل الصوالح. تسيرها القديم او السابق اثبت فشله. لا بديل لنا من رقمنة القطاع، قطاع بحجم الخدمات الجامعية، قطاع يعني قطاع واسع، قطاع يحمل أعداد مهمة جدا، متفرق على 58 ولاية، أكثر من 166 إقامة، أكثر من 600 ألف طالب، أكثر من 120 مطعم مدمج. يعني النقائص اللي أغلب النقائص اللي لاحظناها في المرحلة السير السابقة هو أنه يتمشى بأدوات قديمة نوعا ما.